طبعا يسعدني يسعدني. هي الإسراء أنا على ما أعتقد عاملة أكل كتير في المؤتمر، فلازم نستفيد منها يعني. يسعدني طبعا وشرفنا إن أنا أقدم أخويا وحبيبي الأستاذ الدكتور محمد حجازي، أستاذ الجاسترونتولوجي في جامعة المنوفية، وهيتكلم على الأكل الكتير بقى واللي بيعمله إيه الديسبيبسيا. واتس نيو إن شاء الله. اتفضل حضرتك. تسلم دكتور هشام. دكتور فوزي تحياتي، بشكر اخويا وصديقي الدكتور سيد وبهنيه على نجاح المؤتمر. طبعا عارف احنا في اخر اليوم، خلاص الناس كلها بتفكر في الاكل، فهناخد سيشن بسيطه كده على الاكل بعد ما خلصنا كل الكلام على الدايبيتس. المحاضره بتاعتنا النهارده عن الفانكشنال ديسبيبسيا. الفانكشنال ديسبيبسيا من الحاجات السهل الممتنع. ليه؟ لان هي قصه الفانكشنال ديسبيبسيا، انا عيان عندي بيشتكي بديسبيبسيا او بيشتكي بالجي اي تي سيمتومز، وبدور فيه ما الاقيش اي حاجه من الكوز فاكتور او الديزيز الاساسيه. فالترم اوف فانكشنال ديسبيبسيا هو الجي اي تي ابسيت ويز نو اوبفيوس كوز. ذيس انكلود البين ديسكمفورت والابر ابدومينال بلوتينج ليتشنج اند نوزي. يعني كل الناس منتظره الاكل ولو كلنا هيحصل كل الاعراض دي، فلازم ادور لها على سبب عشان ابدا اتعامل معاه. الفانكشنال ديسبيبسيا از اولسو كولد نون السر ديسبيبسيا. والتقسيمه بتاعتنا بنقسم الديسبيبسيا بصوره عامه الى فانكشنال ديسبيبسيا وكوزيتيف ديسبيبسيا. لو انا عندي كوز اساسي او فاكتور اساسي او تشخيص اساسي زي الجيرد، زي المالجنسي، زي الجول بلادر بروبلمز، دي خلاص ديت لها كوز اساسي وبنشخص على اساسه. لو ما لقيتش سبب بتبقى عندي الفانكشنال ديسبيبسيا، وبالتالي انا بمشي في الطريق ده. لو انا عندي كوز واضح يبقى العيان عنده جيرد، عنده بيبتيك ألسر، عنده دراج، عنده مالجنسي، عنده اذر ريزونز، ده اوكي خلاص بيتشخص على اساسه وبيتعالج على اساسه. لو العيان ما عندوش اي كوز هنقله للفاكتور الاخر اللي هو الفانكشنال ديسبيبسيا. بمعنى ان الفانكشنال ديسبيبسيا لما ما تلاقيش كوز للديسبيبسيا هي ايه الفانكشنال ديسبيبسيا. طب دي بتتقسم لتو باس واي، البوست برانديال ديستريس سندروم والابيجاستريك بين سندروم. وبالتالي الفانكشنال ديسبيبسيا بعد ما نستبعد الباثولوجيكال كوزز هنقسمها الى الاي بي اس او البي دي اس. الاي بي اس بالتقسيمه بتاعتها واكوردنج للجايد لاينز برضه عشان ما نطولش كتير، السيمتومز بتاعتنا كلها كل الجي اي تي سيمتومز هنلاقيها كلها واحده. كل الجي اي تي من اولها لاخرها نفس العيان بيشتكي بنوزيا، بيشتكي في لوس اوف ابيتايت او ايرلي سايتايتي او بلوتينج او برانشنج او هارت بيرن. وبالتالي انا الكوز اللي العيان بيجي يشتكي بيه غالبا واحد، بمشي في التشخيص بتاعي على اساس الفاكتورز الاخرى دي اللي هنوضحها في الدياجرام اللي هيبقى بعد اللي جاي، هيبقى مهم جدا. الريسك فاكتورز في الفانكشنال ديسبيبسيا، العيانين اللي عندهم سموكينج، العيانين اللي عندهم ستريس، العيانين اللي بياخدوا دراجز او بياخدوا كورتيكوستيرويدز او عندهم هيستوري اوف اتش بايلوري انفكشن. الكوز اوف ديسبيبسيا هو نوت نون كوز، يعني ما عنديش كوز. وكان على طول في كل السيشنز بتقال حته مهمه جدا اللي هي الجاد برين ار لينكد. وبالتالي انا عندي جي اي تي ابسيت او جي اي تي سيمتومز ومش لاقي لها سبب، وبالتالي هي الكوز بتاعها الاساسي جاي من البرين. وبعد ما هم دوروا كتير جدا انا مش لاقي حاجه، فبقى يتقال القولون العصب. وكتير جدا من العيانين بتلاقيهم جايين متشخصين على ان هو اوريدي قولون عصبي او فانكشنال ديسبيبسيا بدون ما يتعمل له الورك اب اللازم عشان اخد هذا الديسيشن، لان الديسيشن ده لما اخده المفروض انا خدت ستيجز مع العيان كتيره جدا عشان اوصل ليها. وعندنا تو فاكتورز في التشخيص الخاطئ، ان العيان اوريدي هو العيان بيروح يكشف وياخد علاج ما يتحسنش يبدا يغير الدكتور، مع ان هي في بلان معينه لازم امشي بيها عشان اوصل للفاينل دايجنوز بتاعه العيان. الستيب الاولى بعدها الستيب الثانيه ما لقيتش كوز ببدا اخد خطواتي. وبالتالي انا لما ما اوصلش الكوز هلاقي ان الفانكشنال ديسبيبسيا لها كذا فاكتور داخله فيها، سواء السايكولوجيكال فاكتور موجوده والبيولوجيكال فاكتور والانفايرومنتال فاكتورز، ودي من الحاجات اللي بتاثر فيها. الروم كلاسيفيكيشن دي اهم حاجه في الدايجنوزس بتاعه العيان. ودي اختصارها ان انا لما باجي ابص على العيان، وده من اهم السلايدز اللي موجوده، ان انا العيان عشان اشخصه ان هو فانكشنال ديسبيبسيا يبقى بريزنس اوف وان سيمتوم اوف بوست برانديال فولنس او ايرلي ساتايتي او بيجاستريك بين اور ايرلي بيجاستريك بيرنينج، نو ايفيدنس اوف ستراكشر ديزيز ذات كود بي اكسبلين. يبقى لازم استبعد كل الستراكشر ديزيز عشان اقول كده. ويتقسم الى بي دي اس واي بي اس. البي دي اس البوست برانديال فولنس اور ايرلي ساتايتي، دي بتبقى لمده قد ايه؟ العيان يكون عنده سيمسون دي 3 ايام في الاسبوع لمده 6 شهور ولمده 3 شهور ويكون بيشتكي بقى له 6 شهور، يبقى بيشتكي من هذه الاعراض 3 ايام في الاسبوع ولمده 3 شهور، ويكون الشكوى بتاعته بقى لها اكتر من 6 شهور.
الناحيه الثانيه الاي بي اس يكون العيان بيشتكي بجاستريك بين او بيرنينج مره في الاسبوع لمده 3 شهور ويكون السيمتومز بتاعته برده بادئه بقى لها اكتر من 6 شهور. طب في اوفرلابنج في القصه دي، في اوفرلابنج، العيان ممكن يجي يشتكي بدي وممكن يجي يشتكي بدي بنسبه 27% للاي بي اس و38% للبي دي اس، واوفرلاب عندنا اكتر من 35%. وبالتالي انا العيان اللي جاي ديسبيبسي عشان ما نتلخبطش كتير، ودي اهم سلايدز في السلايدز اللي احنا نقوله، وبعد كده هنعدي كل حاجه بسرعه. العيان اللي جاي ديسبيبتك سيمتومز ببص على حاجتين مهمين، الايدج بتاعه وعلى ان كان عنده ريد فلاجز. الايدج مهم ليه؟ لان العيان اللي عندي بادئ من الشكوى بتاعته 55 ل 60 سنه، ده لازم ابدا الستبس بتاعتي اجريسيف شويه، لان الشكوى لما بتيجي في اولد ايج بنخاف من الحاجات الكبيره، فلازم ابدا الخطوه بتاعتي بالاندوسكوبي. الاندوسكوبي هيديني دايجنوزس وابدا اكمل. طب الناحيه الثانيه لو العيان جاي بريد فلاجز، ريد فلاجز دي من الحاجات المهمه اللي لو شفتها في العيان تبقى للفيرست ستيب بتاعتي بالابر اندوسكوبي. طب لو العيان اوريدي اقل من 55 ل 60 سنه، اول حاجه ببص عليها الاتش بايلوري اللي مغلبه الناس وعامله قصه طويله عريضه، فلازم ابص على الاتش بايلوري. الاتش بايلوري نيجاتيف للعيان ببدا ادي امبيريك ترايل تريتمنت لمده 8 اسابيع، وبعد ال 8 اسابيع مفيش دايجنوز ابدا اروح للاندوسكوب. طب لو العيان عنده اتش بايلوري لازم اعمل كومبليت ايراديكيشن للاتش بايلوري، وبعد كده ايفالويت العيان اتحسن وبقى كويس خلاص انتهى الموضوع. طب لسه السيمتومز بتاعته مكمله، ابدا ارجع للقصه الفانكشنال ديسبيبسيا من الناحيه الثانيه. طب العيان اللي عملت له اندوسكوبي لقيت دايجنوز، لقيت العيان ده عنده جيرد، لقيت عنده هياتس هيرنيا، لقيت عنده السر، ببدا امانج القصه بتاعتي واعالجه، اتحسن اوكي، ما اتحسنش ابدا اري ايفالويت القصه واروح ناحيه الفانكشنال ديسبيبس. وبالتالي هي الفيرست ستيب او اهم نقطه ان انا ابدا اشوف الاورجانيك كوزز بتاعه العيان وابدا اكسكلود القصه بتاعتها في الاول. طب الريد فلاجز اللي احنا اتكلمنا عليها دي، الريد فلاجز دي لو لقيت حاجه منهم انا الفيرست ستيب بتاعتي بتبقى الابر اندوسكوبي، يبقى الابر اندوسكوبي انديكيتد لو عندي اي حاجه من ريد فلاجز. اول حاجه ان الايدج اكتر من 60 سنه، ليه الايدج اكتر من 60 سنه؟ لو انا عندي نيو سيمتوم على عيان لسه جاي هو عنده 60 سنه بخاف من المالجنسي، فلازم الستيب بتاعتي تبقى اسرع، ما اقعدش ادي وري ايفالويت بعد 8 اسابيع وهكذا. النقطه الثانيه لو في ويت لوس، ويت لوس مش لاقي له اكسبلين، لو في عندي ديسفيجيا او اودينوفيجيا. الديسفيجيا ان العيان بيشتكي بصعوبه في البلع، ودي نقطة مهمة، أو الديسفيجيا والأودينوفيجيا العيان بيقولهم لك بجملتين، أنا عندي صعوبة وأنا ببلع، أو يقول لك أنا عندي بين وأنا ببلع. الأودينوفيجيا اللي العيان يحس بألم أثناء البلع، الديسفيجيا العيان يحس بصعوبة أثناء البلع. لو العيان عنده أنيميا، لو العيان جاسترو استانال بليدنج أو بليدنج في الأول، البلبيتيشن بلبيشن أوف ماس أو لينفادينوباسي، سيمتومز ذات هاف ريسنت أونست أند بروجريسيف ناتشر، persistent vomiting, family history of upper gastrointestinal cancer, وان satisfactory response to empirical therapy، ببدا انقل على الاندوسكوب. النقطه برضو المهمه جدا ان كل السيمتومز بتاعت الجي اي تي تلاقيها داخله في بعضها، العيان الجيرد، العيان كرونيك كونستيبيشن، العيان الاي بي اس، العيان اللي عنده ديسبيبسيا، كل السيمتومز بتاعتهم تقريبا واحده، يا بادئ بكونستيبيشن، يا بادئ بابدومينال بين، يا بادئ بديسكمفورت، يا هارت بين، يا بلوتنج. وبالتالي ان السيمتومز بتاعت المتداخله بتخلي الابروتش بتاعي لازم اسمع الهيستوري بتاع العيان كويس. غالبا عيان الجي اي تي بيبدا يلف، فعلى ما يوصل لك بيكون خد ستيب واثنين وثلاثه والعيان ما عندوش صبر. عشان كده في البلان بتاعتي لازم اقول للعيان كده، انا هدي تريتمنت لمده 8 اسابيع وري ايفالويت، لان العيان بعد اسبوع اتنين لو ما تحسنش بيبدا يغير والستبس بتاعته ما تبقاش كامله. وكتير جدا من الديسيز بتاعه الجي اي تي بينقل العيان من حاجه لحاجه، هو بادئ بجيرد وشويه يخش في ديسبيبسيا نتيجه فاكتورز معينه، وبعدين يخش في كونستيبيشن وهكذا، فدي فيها اوفرلاب بصوره مستمره. الاتش بايلوري انا هختصر عشان الوقت واحنا في اخر اليوم. الاتش بايلوري احنا بالدايجنوز بتاعتها عندنا ثلاث حاجات، السكريننج بالبلاد، والمور سنسيتيف شويه بان انا بعمل بالستول انجين، والاعلى منه شويه باليوريا بريست تيست. لقيت ايجابي المفروض ببدا ادي تريتمنت للعيان، والتريتمنت للعيان اكوردنج للجايد لاينز برضه، يبدا بالتريبل ثيرابي يا الكوادربل ثيرابي او السيكوينشال ثيرابي اكوردنج لماي بلان، وكلهم ابروفد. والريكومنديشن بتاعتها لازم اقول للعيان ان انت الريسبونس بتاع التريتمنت في الاتش بايلوري هو اقصى بروتوكول 80%، يعني العيان هياخد العلاج غالبا ممكن نخف وممكن لا، وري ايفالويت بدي التريتمنت لمده 2 ويكس 14 يوم، وبعد كده اري ايفالويت بعد شهر تقريبا من نهايه الانتي بايوتكس، واري ايفالويت لسه ستيل بوزيتيف ببدا لازم اغير كل الانتي بايوتكس اللي بدانا بيها، وري ايفالويت العيان لحد ما العيان يبقى كومبليتلي ايراديكيتد. لو انا اديت جرعه والثانيه والثالثه لازم كل مره في اللي انا بديه الانتي بايوتكس تختلف، والانتي بايوتكس ريكومندد على فكره، لان كتير من الناس بتبقى متوقعه ان انا لازم ادي انتي بايوتك تو انتي بايوتك وخلاص، لا، الانتي بايوتكس اللي اتعملت عليها ترايلز وريكومندد.
وبالتالي انا في الخطوه دي هستبعد الاتش بايلر، او لو موجوده لازم اعمل لها كومبليت ايراديكيشن. انا هختصر بس الاتش بايلر بالكلام بتاعها، دي سلايد واحده في كلام كتير جدا. اتش بايلر يا جماعه دي حاجه من الكارسينوجينيك موجوده، هي كارسينوجينيك وابروفد من سنين طويله ان لازم اعمل لها ايراديكيشن. برضو نفس القصه بتاعت فيتامين دي، والهما اي ار دكاتره الجاستروانتيرولوجي تلاقي العين جاي له بتحليل اتش بايلر، واطفال 8 سنين و9 سنين جايين بالاتش بايلوري. هو الجايد لاينز بتقول لو العيان اوريدي جاي لك باتش بايلوري تيست لازم تعالجه، لازم تعالجه. طب العيان اللي ما بيشتكيش اوريدي وما عندوش اي كومبلين، مش لازم كل عيان يدخل اطلب له اتش بايلوري فيتامين دي، اتاني الف مع العيان والعيان يلف وراي. طب خلصنا الاتش بايلوري، نرجع للبلان بتاعتنا الاساسيه اللي هي المهمه جدا. هنلاقي العيان عندنا لو بيشتكي بجرد، الجرد برضه ان هو عباره عن الاسيد ريفلكس من الاستومك لمنطقه الاسوفيجاس، ودي نتيجه مجموعه من العوامل كتيره، وعندنا فيها فيسيولوجيكال جرد وباثولوجيكال جرد. الفيسيولوجيكال جرد العيان ممكن يحصل لكل الناس فيسيولوجيكال جرد، وفي قليل من الناس اللي يحصل لهم باثولوجيكال جرد. الباثولوجيكال جرد لازم يبقى فيه ايروجن ولازم يبقى فيه انفلاميشن بيأثر على اللور اند بتاع الاسوفيجاس بتاعه العيان، وبيحصل فيها بتحصل نيكوتيرنال وبيبقى معاها سيمتومز. انما الفيسيولوجيكال جرد ممكن تحصل بوست برانديال لو الواحد كل اكله تقيله ولا بتاع زي ما انتوا هتعملوا دلوقتي كده، فالناس كلها تحصل لها فيسيولوجيكال جرد ومش هتكمل معاهم، فهتبقى الموضوع بسيط. في كتير من الباثوفيسيولوجي بتعمل حمايه للجرد، الجرد عشان الانسان ما يخشش في جرد، ربنا عامل بروتكشن كتير جدا من اول الاسوفاجس للاستومك للدودينم عشان ما يحصلش جرد. لو حصل جرد العيان بيتشخص بيه رقم واحد الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان، وابدا ادي تريتمنت لمده 4 اسابيع وري ايفالويت. لو العيان بعد ال4 اسابيع لسه مش كنترولد لازم اعمل ابر اندوسكوب. يبقى الابر اندوسكوب هو مش الفيرست ستيب في التشخيص بتاع العيان الجرد، الا لو العيان بادئ بريد فلاجز. لو واحده من الريد فلاجز موجوده لازم تبقى الفيرست ستيب بتاعتي هي الابر اندوسكوب. انا بختصر برضو الموضوع عشان خاطر الايه الديلي بتاعنا. هنخش على التريتمنت، دي الهياتس هيرنيا ودي صور الاندوسكوبي، لو كان عندنا وقت كنت هكملها شويه. انا في التريتمنت بتاعي بالعيان خلاص، انا العيان اول ما جالي بيشتكي بديسبيبسيا، بدات اعمل له السكريننج بتاعه واقسمه كان عنده باثولوجيكال فاكتور ولا ما عندوش باثولوجيكال فاكتور بيتقسم على ان هو فانكشنال ديسبيبسيا. فانكشنال ديسبيبسيا بقسم العيان ان كان بيشتكي بوست برانديال ديستريس سندروم، يبقى اول خطوه بتاعتي بتبقى بالبروكاينيتكس، والسكند ستيب هي بالبي بي اي، والثيرد ستيب بالانتي ديبريسنت. يبقى انا عندي 3 بلايرز في التريتمنت الفانكشنال ديسبيبسيا على حسب الابروتش بتاع العيان وعلى حسب الكومبلين بتاعه. لو هو بوست برانديال سندروم هيبقى الخطوه الاولى في التريتمنت البروكاينيتك، الخطوه الثانيه البروتون بام، والخطوه الثالثه الانتي ديبريس. لو العيان بيشتكي بجاستريك بين سندروم بنبدا بالبي بي اي وبعدين البروكاينيتك وبعدين الانتي ديبريسنت. احنا لو بصينا في التريتمنت بتاع كل الجي اي تي ديسيز هتلاقي كل التريتمنت بتاعها البلاي ميكر الاساسي فيها هي البروتون بامب. يعني البروتون بامب دلوقتي هي الحاجه الاساسيه، والبي كابس المجموعه الجديده اللي هي من الحاجات المفضله واللي بتجيب نتائج كويسه. لو عملنا مقارنه ما بين البروتون بامب اللي في التريتمنت بتاع الجيرد، التريتمنت بتاع الايروجنز، التريتمنت بتاع الالسر، التريتمنت بتاع الفانكشنال ديسبيبسيا اللي بنتكلم عليها، المين بلاير في التريتمنت هو البي بي اي او البي كابس. طب لو قارنا ما بين البي بي اي اللي احنا كلنا جربناها ومن الحاجات الكويسه جدا، والبي كابس المجموعات الجديده اللي بتاخد ابروفال ونيو ابروفال في ظل ان هي المنتج الاساسي بتاعها ياباني مش امريكي. الحاجات اللي بتبقى بره امريكا على فكره في الابروفالز بتاعتها في الاف دي بتبقى من الحاجات الصعبه جدا. فلو قارنا ما بين الفوناسيدان والبي بي اي هنلاقي التايم اوف ماكسيمم اسيد سبريشن ده 1 داي 3 تو 5 دايز. يعني العيان من اول ما بدي التريتمنت بتاع البي كابس هو بيحس بالنتيجه فروم ذا فيرست تابلت. انما البي بي اي ما سبق العيان بياخد حوالي 3 ل 5 ايام عشان يوصل للبيك ماكسيمم بتاعه الافكسي بتاعتها. الهاف لايف تايم 7 ل 9 اورز، دي 0.5 تو 2.1 اور. الديوريشن اوف افكسي ريليتد تو ذا لايف هاف لايف. الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز بتشتغل على الاكتف والريست. الموسيقى دي مرعبه جدا يعني حاول تغيرها في الاخر. يعني البي كابس بتشتغل على الاكتف والريست سيلز، انما البروتون بام بتشتغل على الاكتف سيلز بس. وبالتالي انا لما بدي بي كابس انا بضمن افكاسي اعلى لانها تشتغل على كل السيلز، انما البروتون بام بتشتغل على الاكتف سيلز فقط.
انفلونس تو ميل هي ملهاش البي كابس ملهاش علاقه بالميل خالص، انما البروتون بام دي لها علاقه بالميل. ومن الحاجات المهمه جدا ما دام هكتب بروتون بام لازم اقول قبل الاكل بنص ساعه واكتبها كده في روجيتا، لانها العيان بينساها والصيدلي بينساها واحنا بننساها واحنا بنكتبها، فبالتالي بنفقد جزء كبير من الافيكاسي بتاعه البروتون بام في استخدامها. انما البي كابس بتشيل من القصه دي تماما لانها ملهاش علاقه بالميل. الثانيه سستابيليتي اسيد هي البي كابس ستيبل في الاسيد، انما البي بي اي لا. وبالتالي انا في كل الخطوات بتاعه التريتمنت بتاعتي سواء في الفانكشنال ديسبيبسيا او الجيرد او الحاجات او اذر ديزيز، انا البي بي اي من الحاجات الاساسيه. وتقسيمتنا في الفانكشنال ديسبيبسيا المعلومه اللي انا عايز اوصلها بس ان لو اي فانكشنال ديسبيبسيا هي تشخص بعد مجهود وافر جدا في الخطوات بتاعتي اللي انا باخدها مع العيان عشان اوصل لفاينل دايجنوز بعد اكسكلود الاذر بوزيتيف فاكتورز او الاذر ديزيز 100%، وبعد كده يبقى فانكشنال ديسبيبسيا. ما يبقاش العيان جاي لي زياره الثانيه اقول له ده انت عندك قولون عصبي وامشي على العلاج وخلاص، وفي الاخر يتشخص ان عنده مشكله تكون محتاجه تشخيص من بدري. النقطه الثانيه التريتمنت بتاع كل الجي اي تي ديزيز معظمها يعتمد على البروتون بام والبي كابس من المجموعات الجديده المفضله اللي لها اكشن كويس. واسف ان كنت طولت وشكرا جزيلا.